نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ تعالوني بقى احكي لكم بعد التخرج بيحصل ايه. شغل عالي، برنامج مصري جدا، هنكشف اسرار لاول مره بتعرفها عن كل شغلك، لحظات وهيكون معاك احد ممثلي خدمه العملاء. دي كده في فرق كبير ما بين القائد والمدير. هو الشخص الوحيد في المؤسسة اللي عنده الجرأة إنه يكسر القواعد. اتكلمنا كتير، نفكر شوية بقى. إزاي هتختار تطلع السلم سلمة سلمة وإنت شايف اللي جنبك بيطلع في الأسانسير؟ تلقي الاستقالة ظاهرة محتاجة دراسة. إحنا هنشوف في حياتنا أنواع من الناس في الشغل. والصنعة الحلوة يا غالي دايماً بنقول عليها شغل عالي. شغل عالي بدءاً من الأربعاء 16 فبراير 7 مساءً على قناة مصر الأولى.